أنا نحب نقول لكل شاب وشابة تونسية، أمن بروحك. كيف تأمن بروحك توصل وتحقق أحلامك الكل. من أكثر الحاجات اللي فيها تعب في الفلاحة، في خدمة الفلاحة، هي الفراس. بالنسبة لي معناها أنا نحب الريف، والريف عندي عشق. صغيرة أمي كانت تشجع فينا على قرايتنا باش نكملوا قراية وننجحوا والكل، باش ما نخدموش الفلاح. في الفريز هكا ناخذ بيه البوت مثلا، نخدم بالتورش متاع التليفون. الحاجة اللي ندمت عليها واش نبقى ديما ندم عليها، إني ما قريتش فلاحة وما تبعتش الحاجة اللي حب عليها بابا، خاطر أنا أصلا من الفلاحة وما نجم نكون كان فلاحة. انا اسماء لقماتي، عمري 26 سنه، قريت مانتينونس ميكرو سيستيم انفورماتيك وتخصصت معنا في الفلاحه. لميت مبلغ صغير هكا، جيت حطيتهم قدام الامر الواقع وقلت لهم راني نبدا في الفلاحه. حطيت في مخدرني اللي راني انا معناش نبداه بمجهودي الشخصي، يعني اني باش نكري، وكاري من عند بابا ب 500 دينار نشري الفريز وحدي، شريت البنت وحدي، زرعت معناها بخدامه، نحي بخدامه. وبالنسبه للكريم تاع هكتار باش تزرع فيه فريز، هكتار كامل بين 5 و6 ملايين الكري. اما انا راني معناها زارعه معناها بلا كميه صغيره، زارعه معناها الربع، اقل من الربع بشويه. بالنسبة لهكتار فريز يتكلف في زون 70 مليون بين يد عاملة وأسمدة وكل شيء، ويرجع لك 50 مليون. نخدم عائلة متمسكة هكا بعضنا باش نشجعوا بعضنا، باش نكونوا معناها كي ننجحوا مع بعضنا، نفرحوا معناها كيف حد فينا هكا معناها يوصل اللي حب عليه هو. نزرع الكاميروزا والفرتونة. باش تمتاز الكاميروزا على الفرتونه، الكاميروزا هكا تجي مثلا الكعبه كيما القلب، كيف الورده، واللون نتاعها نقولوا احنا دم غزال. اما الفرتونه معناها تجي افتح شويه، والكعبه هكا معناها مريقلة. اقل سوم بعنا به الفريز 2300 و2500 ما اقلش، بالنسبه للبنت والفريجو ما اقلش من 1800 بعنا، وبداية السيزون ديما ب5000. مع الفريز أنا زادة عاملة مشروع متاع نحل، وبديت معناها بكمية صغيرة، أما من هنا للشتاء للربيع الجاي نكبر بشوية بشوية ونكبر. طموحي كفلاحة إني نعمل مشروع هكا سياحي صغير، تجي مثلا الناس من بر من بعيد هكا، والكل تحب تكمبي، تحب تعمل هكا، والكل أمام طون تحب مثلا تاكل الغلة والخضرة الموجودة من الثانية. يعني العباد هكا تجي سياحة وأمام طون تقضي حس روحها عبارة تشري في حاجة معناها من مرشي، ما تشري فيها بيو ديريكت من الثانية. انا حبيت نوصلكم ميساج اللي راهو معناه مش من اول حاجه تقول لي صاي راهي مسكره معناه وما نجمش وما نجحتش وما نعرف شنو، تعاود تجرب حاجه اخرى، تجرب حاجه اخرى لين تشوف الحاجه اللي تمشي معاك.